لو حد هيكذب هيكذب علشان يعمل خير، هيصالح شخصين على بعض مثلا، لا ممنوع. ما فيش لا كذب رمادي ولا كذب ابيض ولا كذب، الكذب جريمه واحده. نعم. العمل بالسمسره، حكم العمل بالسمسره. بس قبل ما اسيب لك الكذب افجر لك مفاجاه صادمه. ديننا دين الصدق، ومنا من يكذب. الشيعة عندهم حاجة اسمها التقية، أن يظهر خلاف ما يبطن. والسلفية، واسألوا الشيخ محمد حسن ولي شريط كامل في هذا، يقول لك حاجة اسمها المعاريض بالضاد، يعني أن تتكلم بغير الحقيقة. يا خبر أبيض، ده تضليل للناس، ده تضليل. حتى لو عامل خير بقى. ولو السلفية يقول لك معاريض، والشيعة يقول لك تقية، والاثنين أساوي للإسلام وإلى سمعة الإسلام.